الله، السلام عليكم دكتور، شلونك؟ شلون صحتك؟ اخي الطالب المتطوع العفات، مقسم هندسة الميكانيك فرع الميكانيك العام الصباحي، واليوم عندنا التمرين هذا اللي على اليسار دي يخص موضوع ال parts and cross sections. واليوم هنا عندنا شكل يشبه البولي، وهنا عندنا هذا مثل الشافت اللي بي جروف مع الكي، مع سلايدرانر كي، ما ادري ايش يسمونه. مهم، هسه نبدي نرسم، نرسم خط منها. تمام، هسه اجي احدد ابعادي. هسه انا الشيفت هذا الدايمتر الداخلي مالته 12، اذا اختار هالمسافة، خلي مقدارها 12. تمام، هاي المسافة هنا مذكورة انه هي تساوي، ولا ما مذكور انها 20 30 20 20 20 زائد 30 زائد 20، اقول اوكي. هذا صار عندنا هذا الشكل، نقول اوكي ترم، نلغي الاجزاء اللي ما اريدها. هسه بدي اقول له من هنا فيتشرز ريفولف، اختار محور الدوران واقول له اوكي. بصورة الشكل عندنا هذا الشكل. هسه اجي منا على ال رايت بلين واقول له سكتش، وابدي ارسم دائرة هنا. حدد الدايمتر مالتها على انه يكون شقد، هاي هنا نشوفها والله 20 20، قول اوكي. تمام، سوي لها فيتشرز اكسترود بوس فيس، وقول له منها ميد بلين، وخلي مقدارها 30، قول له هنا 30 انت، قول اوكي. الصورة الشكل عندنا هذا الشكل. هسه اجي منها واقول له ريفرنس جيومتري، قول له بلين، واختار التوب بلين، واخلي الاوفست مالته سي الدائرة الخارجية 10 منها، هي تكون 20 دايمتر، الريتس مالها 10، فعشرة اوكي، نقول له اوكي. هسه نجي كليك ايمن، حول على التوب فيو، واجي ارسم هذا الشكل، نوي يشبه الكي مالتنا. حدد ابعاده، سوى المذكور انه هنا شوف ايش قد ابعاده، هاي 20 2.5 20 2.5. يبقى بس شغلة واحدة هي انه نسنترة، اشوف اختار هسه هذي و نا اختار هذا، اختار الميد بوينت مال هذا الخط. تمام، اختار الميد بوينت مال، جاي يطلع ميد بوينت، اجي للسنتر هذا، قل لي خليهم يلتصقون. تمام، حاول على التوب فيو، شوفهم، شوف المسافة منا نحنا اشقد، 7.5 منا لهنا. تمام، اذا مسافة منا نحنا شقد، 5 منا نحنا نحنا 5، اذا شغلنا كله صحيح. هسه اجي اقول له منا انا فيتشرز اكسترودد كات، وشوف منا الدبس مالت الكات ايش قد، 2.5، اقول له منا 2.5. قول اوكي. تمام، هالصورة صار عندنا الجروف مالت الكي. هاي نسوي لين هايد، هاي كمل عندنا هسه القطعة الموجودة هنا، نشوفها من ايزومتريكلي. تمام، نقول له كنترول اس، وقول له هاي القطعة الخامسة، نقول اوكي سيف. تمام،
تمام، نغلق هذا الدوكيومنت، نرسم دوكيومنت آخر، نرسم به الكي top plane sketch، يجي من هنا هنا شيء أبعاده عشرين ب 2.5، تمام. سوينا قلة features extrude، نشوف ارتفاع اشكيد سهو ذا depth مالت الكات كان 2.5، فهو هذا هنا مبين السكشن مالته مربع، يعني الراديوس مالها 2.5، فراديوس براديوس تكون 5، تمام. قول له 5، قول له اوكي. هالصورة كمل عندنا كي، تمام. قول له كنترول اس ايضا، وقول له البارت الخامس وصلنا، قول له البارت السادس هذا، نغلق هذي، قول له نيو بارت ايضا، وابدي ارسم هاي هنا البولي مالتنا، وهذا الشكل اللي هنا موجود. نلاحظ من هنا هاي السكشن نقدر نسوي له طريقتين، يعني نقدر نسوي ريفولف، نقدر نسوي طريقة الدوائر. انا اشوف الريفولف اسهل راح تكون، فخلينا نشتغل على ريفولف. نقول له خلينا نشتغل على فرونت بلين، له سكتش، ارسم سنتر لاين، تمام. واجي وراها ارسم خط منه، منه ايضا، تمام. منه للاعلى ايضا، منه شيء كنترول سي لاين، تمام. يبقى هسه علي احدد الابعاد مالتي، اشوف هاي هنا شقد، هاي هنا مذكور انه هي 20، تمام. شوف هاي هنا شقد مذكور انه هي 30، تمام. هاي هنا مذكور انه هي 8، تمام. يبقى حدد الميد بوينت مال هادي والميد بوينت مال هادي، وقل له vertical، تمام. يبقى هسه هذه هنا مسافة المفروض تساوي لنا 20 نشوف ايش قد هنا، هسه هنا 8 يبقى 16، اذا 8 يبقى 14، اذا هاي هنا 7 المفروض. ترى هذه قلنا 7 من المفروض تكون، ما نقدر نغيرها. اذا هنا 8 يبقى 12، فاذا هاي المفروض تكون 6، وقلنا انتر، تمام. سجلنا بالترم انتيتيز، الغي هذا الجزء. يبقى رد اعرف الثيكنس مال هاي اللي هنا شكيت، هسه تبين منا الخارجية هنا 30، الداخلية هنا تكون 20، اذا الفرق بينهم 10، اذا هنا تكون 5 المفروض. خلي اقول نفتح بين قوسين 30 ناقص 20، نكتب بالعربي بين قوسين 30 ناقصا 20، سجل قوس تقسيم 2، قول اوكي 5 مثل ما توقعت. واشوف المسافة، سوي جاي يقول لي منا لحد هنا، منا لهنا 55، اذا منا هنا 55 تقسيم 2، فاجي احدد المسافة منا حد هنا على ان تكون 55 تقسيم 2، وقول له انتر. هنا طبعا اسكيب
روزي، لازم نحدد البعد هذا حتى لا يتشوه عندنا. افعل بعدين اشوف هنا خارجي ايش قد 60، الداخلي ايش قد، ها 55. تمام، 60 ناقصا 55 5، اذا هنا هاي تكون 2.5. حدد هذه، خلي مقدارها 2.5. تمام، هسجل مسافة منا حد هنا اللي حددناها اصلا احنا، نخلي مقدارها 55 تقسيم 2، اجي منا للفرونت فيو منا وارجع ارسم. اشوف هسه الملامح هنا هاي بدت تتضح، لكن بعد علينا نسوي شغلات. اللي يشوف المسافة هاي منا لهنا ايش قد، هاي منا لهنا 55، هاي الدائرة تكون 30، فهنا يراد احدد المسافة السبيسنج اللي بين هاي وهاي، اللي هو راح يكون بين قوسين 55 ناقصا 30 سد القوس تقسيم 2، واللي اعتقد هو 7.5، لا 12.5. تمام، شوف نتأكد مسافة هنا 5، هنا 2.5، هنا 20. تمام، هسه على هالحكي كملنا. هسه بقى مجرد اقول له ريفولف، بس خلي اتأكد منها، هي هنا 20 ب 30. تمام، اسجل من اقول له فيتشرز، نغلق السكتش مود، فيتشرز ريفولف، واقول له لاحظ هنا مثل الجاب، شوفها والله خلنا نسويها متأكد، لا صحيح شغلنا، شغلنا صحيح، شغلنا تمام. هسه اجي يبقى بس مكان الكي مالتي، نجي نحول على الفرونت فيو، نقدر نسوي سكتش هنا، اشوف الكي هنا 5 ب 2.82، اقول له هنا بسوي ريكتانجل ابعاده هنا 5، هنا 2.82، features extruded cut، قل draw، قل ok. بهالصورة اعتقد كملنا هذا الشكل. كان ياك الطالب المنتظر علي عفات من قسم هندسة الميكانيك فرع الميكانيك العام الصباحي. خلني نتأكد منها، نسوي له سكشن، نجي نشوفها منها بالضبط مثل ما وضحنا على اليسار. تمام، نطفي السكشن، اسكيب. هذا كان كل شيء. الفيديو القادم راح يكون الفيديو مات الاسامبلي والتجميع.